كل العقوبات كانت متوقعه بنسبه 70 80% لكن في نقاط لازم ناكدها للناس ونشرحها للناس عشان تبقى الناس عارفه المعلومه الصحيحه في هذه الملفات. عندك منسق امني للمباريات سكيورتي اوفيسر من كينيا كان موجود لهذه المباراه وعندك مراقب من ليبيا كان موجود مراقبا لهذه المباراه بالاضافه الى طاقم التحكيم المغربي بقياده الحكم الدولي رضوان جيد. بعد المباراه كل واحد بيكتب التقرير بتاعه حسب ما شاهده وما حدث من احداث في المباراه في ام درمان في ملعب نادي الهلال في الخرطوم وهذه التقارير وصلت الى الاتحاد الافريقي صباح يوم الاثنين. للعلم الاعلام كله عرف ان في اجتماع للجنه الانضباط وتبقي للائحه لجنه الانضباط ممكن تجتمع بوجود اعضاء او حتى ممكن يمرر القرارات تليفونيا او حتى رئيس اللجنه له الحق في اتخاذ القرارات بناء على التقارير دون الرجوع للجنه اللائحه بتسمح له بده، فكنا عارفين ان القرار هيصدر بالكثير خلال 24 ساعه يوم الثلاث او الاربع الصبح على اقصى تقدير. في مثل هذه الحالات طالما حصل شغب جماهيري او جمهور نزل اقتحم الملعب او شمريخ تم اشعالها في المباراه، الحد الادنى للعقوبه بيبقى مبارتين والحد الاقصى ممكن يصل الى اربعه وست مباريات. في هذه الحاله الاتحاد الافريقي اعطى العقوبه أديدة. أربع مباريات بدون جمهور لم يعطي مباراتين وأجل مباراتين لقيد التنفيذ إذا تكررت الأحداث لا إدى أربع مباريات بدون جمهور الغرامة المالية جزيها الجزئين 100 ألف دولار لكن 50% بشكل نافذ وال50% إذا تكررت الأحداث خلال عام آخر بالنسبة للهلال السوداني أيضا كمان في عقوبة شخصية على الأستاذ أو الكابتن حسن محمد صالح ده مدير العلاقات العامة بنادي الهلال السوداني الاتحاد الافريقي أصدر ضده عقوبات بمنعه من دخول الملاعب لمدة خمسة مباريات افريقية مع نادي الهلال في الفترة القادمة وغرامة عشرة ألاف دولار كل هذه العقوبات بناء على تقارير الحكم والمراقب والمنسق الأمني المنسق الأمني في جزئية هكلمكم فيها ومهمة جدا للأهل ولينا في الفترة الجاية لازم ناخد بالها ناخد بالنا منها في دور الثمانية والأدوار القادمة لكن عايز أكد على جزئية طالما الحكم لم يذكر في تقريره انه استكمل المباراه آه نظرا للظروف الامنيه و او انه لغاها واخطر النادي الاهلي او اخطر المراقب او اخطر المسؤولين معاه في المباراه ما فيهاش اي مشكله خالص وخلاص المباراه بيتم اعتماد نتيجتها خاصه ان في جزئيه كمان مهمه جدا المباراه لم تتوقف اكثر من 15 دقيقه المباراه توقفت بالظبط حوالي 12 دقيقه 12 دقيقه والحكم استانف المباراه وحسب ال 12 دقيقه ثم منح ثلاث دقائق وقت بطل ضايع فبالتالي المباراه استكملت بناء على رؤيه الحكم في ظروف طبيعيه جدا ولم يلغيها واستكملها لظروف امنيه وكتب في تقريره كل الخروقات الانضباطيه التي حدثت في الملعب وفي المباراه. ده كان جزء مهم جدا عشان نوضح بالظبط للناس ازاي القرارات دي صدرت ومن الجهه المختصه اللي صدرت منها هذه القرارات وكنا نتمنى ان احنا نشوف لجنه الطوارئ تجتمع سريعا خلال 24 ساعه من المباراه ونشوف قرارها في هذا الملف لكن لجنه الطوارئ قالت ندي الملف للجنة المختصة هذه المرة ولجنة الانضباط هي اللي ناقشت هذا القرار طيب بالنسبة للمنسق الأمني المنسق الأمني اللي كان موجود من كينيا كان موجود في السودان قبل المباراة بحوالي أربع خمس أيام وعمل اجتماعين مهمين جدا في مقر الاتحاد السوداني عشان الرؤية الأمنية والتنسيق الأمني المتعلق بهذه المباراة في نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا احنا بقى كنادي أهلي في الفترة اللي جاية بدءا من دور الثمانية الاجتماع الفني والتقليدي اللي بيتم ليله المباراه مهم وجيد وكل حاجه، واحيانا بيكون في محضر ليه وممكن ما يكونش ليه محضر، لكن هو في النهايه هو اجتماع تنسيقي. لكن الاجتماع المهم اللي احنا يجب ان نهتم بيه بجد الاجتماع الامني اللي بيتم قبل اي مباراه. ولو حد قال لي ما هو الاجتماع الامني متعلق بالنادي صاحب المباراه، لا. وانت بتقدم ملفك للاتحاد الافريقي بيبقى في شخص مسؤول مع كل فريق في الملف دوره منسق امني مع هذا الفريق. لما بيكون في مباراة كبيره او مباراة مهمه في الادوار النهائيه المنسق الامني ضروري جدا يحضر هذه الاجتماعات وضروري جدا يكون حاضر وعارف محضر هذه الاجتماعات والنادي كمان سواء الضيف او المضيف بيكون معاه محضر من هذا الاجتماع عشان لما بتحصل مثل هذه المواقف ومثل هذه القرارات تبقى عارف الاجتماع الامني اصفر عن ايه وايه اللي تم في المباراه وايه اللي تم اختراقه في المباراه انا بتكلم على الكيس دي في قضايا اخرى او في مباريات قادمه قد تحدث فيها مواقف شبيهه للي حدث في مباراه الهلال والاهلي فبالتالي مهم جدا من دور الثمانيه المنسق الامني يكون مهتم ومطلع على هذه الاجتماعات في الفتره الجايه حتى لو الاجتماع ده قبل موعد المباراه باسبوع مهم جدا هذه الاجتماعات لان بيبقى ليها دور كبير جدا في اي ملف اذا حدثت خروقات انضباطيه في اي مباراه انت بتشارك فيها في البطوله الافريقيه طيب